ازيكم؟ وكل سنة واحنا كلنا طيبين بمناسبة السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد وجولة الكاميرا السريعة المرة دي في مظاهر الاحتفال بكريسمس وراس السنة في القاهرة الكبرى، ونبدأ من غرب القاهرة ومدينة الشيخ زايد والمولات الفارهة وبازارات الكريسمس وأضواءه، ومن مول كابيتل في الشيخ زايد اللي كانت صوره مليانة الفيسبوك والإنستجرام في الأيام السابقة. طبعا هو واضح ليه كانت صوره مليانه، يعني هم كانوا مكلفين جامد الاضواء والديكورات وكده، كان شكلها حلو قوي، وهو الكورسال او ماري جو راوند كنت عايزه اركبها، بس الحق يقال يعني الماميز كانوا حاجزينها لاولادهم، يعني ما كنتش كان هيترحب بيا. واهو المكان زي ما انتم شايفين مليان ناس كتيره جدا، وفي كان دبدوب كبير كل الناس قاعده تتصور عنده زي اللي انتم شايفينه. طبعا هنا بقى ده كان يعني جو مور اوف، كان اكتر ديكورات عن اي شيء تاني، يعني الجو الغربي اللطيف والاغاني بتاعه الكريسماس. انا بس مطيه الصوت بتاعها ومخليه كريسماس كارول هي اللي موجوده. ها هي شجرة عيد الميلاد ولا عزاء لكاريه صورة محمد صلاح الثانوي، والناس كلها واقفة تتصور عندها. مول تاني، مول أركان، كان عامل الشيء دوت اللي هو مفكرني هي تعريشة العنب، بس كانت حلوة قوي على فكرة، جميلة. هي دي من مدخل أركان القديم، الناس القديمة اللي زي عارفين أركان المدخل بتاعه القديم، هي كانت موجودة عنده تقريبا كل الناس رايحة تتصور فيها، منهم كانوا حتى عرب جايين بأطفالهم يتصوروا معاهم. كانت لا هي شكلها حلو، شكلها حلو، وتقريبا كانت الناس بتتصور عندها اكتر من شجرة الكريسماس الموجودة في عند المدخل القديم. انا مصورة كمان الشجرة بس لسه قدام شوية. كانت مول اركان كان عامل حاجات زينة تحت، بس انا ما شفتهاش الصراحة في الدور الارضي، انا ما شفتهاش، يعني كنت بعمل مشوار وخلصته وخلاص كل سنة وانتم طيبين، بس صورت لكم الكلام ده. اهي دي الشجرة بتاعت اركان، وبرضو لا عزاء لكاريه محمد صلاح. وإلى الجزء الآخر من القاهرة الكبرى وشمال القاهرة، بالشبرة الشهيرة والقديمة وزينة الكريسماس والعام الجديد. وعلى فكرة أنا مصورة الكلام دوت كان يوم 21 ديسمبر، ده غير الطلعة بتاعت زايد. وصراحة هنا أنا بحس بروح فرحة أصلية شوية من الناس عن المولز والأماكن دي، روحة شوية عاملة بتفكرني بسوق السيدة زينب في رمضان، نفس الإحساس ونفس الروح الموجودة، مش عارفة أوصفها الصراحة. على فكرة الناس في المحل في شبرا قالوا لي إن أنا لازم أجيبهم في رمضان علشان أشوف الزينة بتاعتهم، وإن شاء الله بإذن الله أنا ناويها. هنا انا مغطية، على فكرة انا هنا مغطية الصوت اللي انا كنت عاملة في الباك جراوند عشان انا مشغلة صوت الترنيم عيد الميلاد المصرية للكنيسة القبطية، وصراحة هي مفرحة زي ما انتوا سامعين، التاتش المصري واضح. طبعا مش بس التاتش المصري الفرعي هو اللي واضح، كمان للأسف الأزمة الاقتصادية كمان واضحة، عشان انا جيت الشتاء اللي فات وصورت، والصور والفيديوهات موجودة ممكن ترجعوا لها في الارشيف. بصوا هو كان من الواضح ان البضاعة المستوردة كانت اقل بكتير، لمرحلة اني شفت حاجات من السنة اللي فاتت. ده هو سان ابرام، هو اكبر محل وموزع لزينة الكريسماس في شبرا، وكمان زينة رمضان تبقى يوم. صاحبه امير وطاس قال في ترشيحات للاعلام من كام اسبوع ان حاليا بسبب الازمة الاقتصادية المعروض حاليا عنده هو 50% مصنع في مصنعه. كمان من الواضح من شجر الكريسماس اللي موجود زي ما انتم شايفين انه مصنع محلي، مش ومش غالي نسبيا خالص. في ملاحظه تانية عامه ان الزينه اوريدي كانت في شبرا السنه دي اقل من السنه اللي فاتت،
متركزة على الأقل في شارع الترع البلائية في المنطقة دي. حفلة عيد الميلاد السنة دي في شبرا في شارع الترع البلائية، وهي إهداء للشعب من نائب المنطقة إيهاب الطماوي عن حزب مستقبل الوطن. على فكرة، من ناحية تأثير الأزمة الاقتصادية، إن السنة دي كان في شجرة واحدة في الشارع ده، في حين السنة اللي فاتت كان في 3 شجرات. على فكرة، المولات كانت بتحط على الزينة بتاعة الكريسماس والشجر الكريسماس حراسة، لكن اهو احنا شايفين قدامنا في شبرا الناس عادي بدون حراسة بدون حاجة بتتصور جوه الشجرة وفرحانين. دي بقى من جوه الشجرة نفسها، دخلت جوه الشجرة زي الناس اللي بتصور، ويعني كانت تجربة سريالية من نوعها. ومرة كمان لعزاء لكاريه شجرة كريسماس بتاعت محمد صلاح. وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، بإذن الله يا رب أيام تكون كلها سعيدة وأعياد على رغم الأزمة الاقتصادية. وإلى اللقاء في جولة قادمة إن شاء الله. وشكرا على المشاهدة. ما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لايك شير وسبسكرايب.